عشان الوقت بس. يلا اول صوره نعلق عليها شيخ عبد الله. هذه وين؟ هذه يا شيخ في مهرجان المانعيه لعام 1443 ما شاء الله. رعايه سمو امير القصيم الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود اثناء زرع استزراع الاشجار في واحه المانعيه السياحيه بالمشعل. ماشي. اللي بعده اعطونا اللي بعده على طول. ايوه هذا وين؟ هذا نموذج من منتزهات خرطم في محافظه المذنب اللي ذكرها الاستاذ عبد الرحمن. نعم ممكن. هذا قسم عندنا الزراعه في البلديه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يعطيهم العافيه على هالجهود ما شاء الله. حلو تكثيف الغطاء النباتي من سنوات وهم يعملون على هالجبل هذا ما شاء الله. اللي بعده الاستاذ عبد العزيز الشهابي الله يعطيه العافيه. هذا مهرجان القريه التراثيه في محافظه المذنب ما شاء الله. حضور كبير جدا للمهرجان، فعاليات شعبيه، حضور من خارج المنطقه، فعاليات وطنيه. حلو. اشياء تاس. كثيره موجوده في محافظه المذنب. المذنب تتميز روح بالمهرجانات، الفعاليات المتنوعة. يجينا سياح من خارج المنطقة، من خارج المملكة، الكل يشيد بالفعاليات المقامة هذه كلها في القرية التراثية في محافظة المذنب. والله جميلة روعة. هذه لها قصة يا شيخ. هذه جوائز هذه نفس اللي سواها الدهلاوي صح ولا لا؟ اي نعم. هذه شفتني متابع معك. محافظة المذنب يا شيخ حصلت على جوائز على مستوى المملكة. عدة جوائز من ضمنها السوق الشعبي، من ضمنها منتزه خرطم على مستوى المملكة، جواز التميز السياحي على مستوى المملكة برعاية الأمير سلطان بن سلمان. ممتاز مبدعين. نعم. تعادتكم. أيوة هذا هو، هذا نفس اللي الدروع. هذا عد معلم من معالم المحافظة الأخ خالد الدهلاوي ما شاء الله ضبطوه بدرع خشبي جميل ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب اللي بعده صور، كان في صور أخرى باقي. هذا مهرجان عندنا مهرجان خرطم السياحي، يقام فيه فعاليات على مستوى المملكة وخارج المملكة، يكون في عوائل وفعاليات متنوعة تستهدف الطفل، العائلة، الشباب روح. ايوه وهذا عندنا منتزه البحيرة على الطريق الملك عبد العزيز ما شاء الله، يعني اصبح متنفس لأهالي المحافظة والمنطقة والمملكة. ممتاز. سمو امير المنطقة وسعادة المحافظ وسعادة رئيس البلدية اثناء تدشين مهرجان المانعية لعام 43 الذي اشاد سمو الامير بهذه الفعاليات. هذا عندنا فعالية الصقور الخضر. جونا ما شاء الله طيارات، أشياء جميلة كذا. نشكر الأخ خالد الحواس وجميع العاملين والمنظمين لهذه الفعالية ما شاء الله. هذا مهرجان المانعية، صورة علوية. هذا حق الطعوس أنا رحت. هذه تقول عنها يا شيخ اللي عجزت أدخل ما قدرت والله رجعت. شفت والله كيف رجعت. العالم شايف كيف الناس، الحضور الكثيف جدا على مستوى الخليج العربي ما شاء الله. أيوة سمو الأمير يشيد بالواحات الشرقية بمحافظة المذنب. هذه واحات يا شيخ داخل النفود في نخيل جلسات تجلس فيها. سمو الأمير أعجب فيها وستطور إن شاء الله تكون مميزة أكثر من كذا إن شاء الله. ما شاء الله. اللي بعده إيه باقي صور ولا هذه خلاص؟ هذه الصور يا أستاذ شريف ولا باقي؟ هذا الحضور الكثيف من الجماهير للمهرجان المانعية السياحي، مهرجان تطعيس رياضي شبابي. احتياجات الخاصة ما شاء الله جدا مبسوطين بهذه الفعاليات. روعة روعة. يعني المذنب ما شاء الله تبارك الرحمن غنية بالفعاليات وفيها يعني فعاليات متنوعة، أماكن سياحة. يعني مثل ما تشاهدون، شوف شيخ الصورة العلوية كيف ما شاء الله روعة، شايف كيف الحضور تحفة ما شاء الله. نعم هذا منتزه خرطم، فعاليات وطنية أقيمت. روعة ذا. وين ذا المنتزه فيه؟ هذا منتزه خرطم جبلي بجوار اللي تو وريناكم صوره اللي عند الطعوس ده. لا هذا جبلي مطل على المحافظة. بهالجبل. نعم من الجهة الشرقية ما شاء الله تبارك. نعم. الله. فعاليات تقام مثل ما تشوفون هنا عندكم الطائرات. حتى الطائرات سوتوا هذه الطائرات الصقور الخضر ما شاء الله جونا. هذا مهرجان السكرية الحمراء. سلام. تتميز المذنب بالسكرية الحمراء. وين ما جبتوا معكم سكريه حمراء ندوقها؟ والله نجيبها ان شاء الله. ابشر ابشر يا شيخ ان شاء الله. ابشر ان شاء الله. سكريه الحمراء معلم يعني اصبحت ذكرى بكل مكان حتى على مستوى الخليج وخارج يعني. يا سلام. هنا عندك يا شيخ منتزه خرطم، تكثيف الغطاء النباتي مثل ما ذكرنا قبل قليل. وش الاشجار اللي زرعتوها؟ اشجار متنوعه. في طلحه اهم شيء عيال عمي في كلهم شيخ موجودين. اهم شيء اهم شيء ابو علي. ها الله يرضى عليك يا شيخ. اسلم. هذا قريه تراثيه، صوره علويه جويه من زاوية أخرى. هذه فعاليات الآباء الأجداد في القرية التراثية في محافظة المدن مثل ما تشاهدون ما شاء الله تبارك الرحمن. شايف الحضور كيف، فعاليات الآباء والأجداد، مستمتعين الآباء والأجداد بالفعاليات القديمة هذه كلها. يا سلام يا سلام يا سلام. السواني، الأشياء الشعبية، الألعاب الشعبية،
فعاليات الدوائر الحكومية دائما متفاعلين ما شاء الله تبارك الرحمن، إقامة الدورات والإهداءات أشياء كثيرة كذا يا شيخ. الله جميلة يعني روح. احنا نسعد الله بحضوركم، حضور الجميع يعني لمحافظة المذنب. طيب في شيء قائم الآن مهرجانات؟ في الآن يا شيخ مهرجان. وش الموجود الحين وش اللي جاي الآن؟ حاليا انتهى مهرجان المانعية. ايه؟ عندنا الآن مهرجان اسمه مهرجان ربيع المذنب. ايه؟ لعام 1443. حلو. يقام إن شاء الله بعد أيام لمدة 10 أيام، يبدأ بعد أيام. وين بكان مكانه فيه بالضبط؟ المشرف عليه بلدية المذنب بإشراف سعادة المحافظ والدوائر الحكومية كلها مشاركة. ما شاء الله. على طريق أم طليحة. ايه؟ يجي مكان كذا زي ربيع بريدة كذا، يعني مساحة كبيرة، أسر منتجة، فعاليات أطفال، إنشاد، كل شيء موجود يعني. ما شاء الله. مهرجان شامل يعني للكل. الله يبارك فيكم. الله يعطيك العافية. جميع المسلمين. شرف لنا والله اليوم يوم المذنب الجميل صراحة. الله يسعدك. الله يسعدكم. حبيبنا علي، اشتقت لك يا أخي. مرحبا.